السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض أمر بولين. عشان نستخدم أمر بولين لازم يكون معايا شكلين، فده مكعب، عايزين أي شكل تاني. أقول لكم مثلا هاخد السفير وهبدأ أعمله موف بالشكل دوت، تمام. طيب دلوقتي أنا هدخل برايت كليك، اخترت المكعب وهقول له هنا عامة الفك دوت انا عايز اد موديفايلر، واروح جاي هنا واختار البولين. البولين لازم يكون فيه شكلين، هو بيعمل ايه، بيجمع شكلين مع بعض او يطرح شكل من شكل. فهدخل هنا في قائمة اوبجكت واختار الشكل التاني اللي هو السفير. فبيقول لي انت عايز تعمل ايه، تخلي الجزء اللي منقطع اللي مشترك بينهم بس هو اللي موجود، ولا عايز يونيون اتحاد، ولا عايز ديفرنس. هيطرح الشكل، خلي بالك من الحاجة اللي معمولة عليها هايلايت، يعني لو قلت له ابلاي وجيت حركت شكل ده كده تلاقي ان هو طرح لي الشكل اللي هو السفير من المكعب. ولو انا علمت عليه كده وقلت له اديت مود هتلاقي ان هو بدأ ياخد نفس الاشكال دوت، بحيث تقدر تعمل عليه تعديل. هدوس كنترول زد، اقول له لا ده انا عايز مثلا اليونيون يبقى كلهم مع بعض بقى كتلة واحدة دلوقتي. لما تيجي تحركه ده كده بقى الاتنين بقى كتلة واحدة مع بعض. هقول له لا انا عايز انترسكت كده، ابلاي جاب لي الجزء المشترك بين السفير وبين الكيوب. فده امر كويس على اساس ان انا اطلع شكل جديد مكون من شكلين مختلفين مع بعض.